قيام؟ قيام ايه يا صاحبي؟ ما انت عمال تقيم كتير وصليت ياما كتير جدا. بقولك ايه، انت جاي من الشغل همدان وجايب اخرك، بلاش قيام النهاردة، كفاية العشاء قوي وجبرت كده. اقفل اقفل المنبه ده. الموقف اللي شفناه دوت بيحصل مع 99% مننا، سواء بقى منبه تليفون او منبه جوه كل واحد فينا بيزقه للطاعة دي، واما يستجيب ليه واما يقعد زي ما صاحبنا في الفيديو دوت كده عمل. بص يا صديقي، للأسف خلينا اقولك الحقيقة المرة، ان رمضان ده اصعب من اي رمضان عدى عليك في حياتك. رمضانات كتير فاتت في حياتك، او غالبا كل رمضانات في حياتك كنت بتلاقي صاحب، كنت بتلاقي مجموعة كده بتشدك للخير، كنت بتلاقي مسجد ملموم فيه كتير جدا من الناس بتعبد ربنا معاهم. لو كسلت شوية بيشدوك، لو وقعت بيزقوك، او العكس. انما السنة دي انت لوحدك، لو وقعت هتقع لوحدك، لو كسلت هتقعد لوحدك، مش هتلاقي حد يقولك ما تيلا نصلي، ما تيلا خلاص قربنا نخلص، ما تيلا يا عم ده هو جزء اللي بنصلي بيه، وكل الجمل التحفيزية دي كلها. بس السنة دي انت لوحدك، وخلي بالك ان الذئب يأكل من الغنم القاسية. الذئب مش هيجي في مجموعة غنم كده ويقعد فيهم ياكلهم، ده هيستنى لما واحدة تمشي لوحدها وينقض عليها ياكلها. خلي بالك انت لوحد، استقوى بالله، زود الطاعة، زود حصنك، زود يقينك، زود اسلحتك اللي هي قرآنك وقيامك وصيامك وذكرك لله سبحانه وتعالى. العكس، انت لما تيجي تكسل هتلاقي الشيطان عليك ونفسك عليك بيقولولك كسل كسل، ما انت ياما صليت. مش لازم تقرأ بالجزء كله النهاردة، مش لازم 11 ركعة، مش لازم 21 ولا 23 ركعة، مش لازم مش لازم مش لازم، وكلها جمل تحبط الواحد. يا عم بقعد، انت مش صليت العشاء وخلاص؟ ما انت شغال طول النهار وجاي طلعان عينك ومهدود حيلك. كفاية صلاة. للأسف يا صديقي رمضان ده صعب جدا، ومحتاج لو كنت انت رمضان اللي فات بتجاهد نفسك 10%، انت رمضان ده محتاج تجاهد نفسك 100%، مش عايز اقولك 200% او 300% كمان، لا، رمضان ده محتاج مجاهدة اكتر، محتاج عزيمة اكبر، محتاج ايمان يقوى، محتاج واحد يقف قيام الليل زي كان فيه صحابي من الصحابة، كان معلق كده على الحيطة اللي هو جنب المكان اللي بيصلي فيه صوت، او اللي هي الخرزانة زي ما بنقول، كل ما رجليه توجعه يضربها ويقول لها أيحسب أصحاب محمد أنهم يسبقونا إليه، وما فاكرين ان هم هيسبقونا للنبي صلى الله عليه وسلم. همة عالية، هي دي الهمة اللي انت محتاجها دلوقتي. محتاج الهمة دي ان انت تقف 11 ركعة بجزء كامل زي ما كنت بتعمل في ايامك العادية في رمضاناتك اللي فاتت كلها. محتاج الهمة دي ان انت تقف تصلي القيام وما تتعبش، اكن في 50 او 60 او 100 واحد اللي كانوا بيصلوا معاك في المسجد زمان. محتاج الهمة دي. الهمة دي انت لو فقدتها للأسف هتفقد اجر رمضان، لان يوم ورا يوم ورا يوم هتلاقي العزيمة اللي كانت 10% بقت سالب رقم في المية، وبدل ما كنت بتصلي العشاء والقيام هتوصل العشاء بس، ممكن العشاء وممكن تفوتها عادي، مش هتصلي العشاء اصلا، وهلوم مجرة. الشيطان ذكي، مش هيجي يقولك ما تصليش كده مرة واحدة خبط لازم بالراحة. فخلي بالك من البراحة بتاعت الشيطان دي، لا توقعك يا صاحبي، بس انت قدها، والله انت قدها ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يعينك. وخلي الدعاء دوت على لسانك دايما، انت احوج ما يكون لي والله دلوقتي، اللهم اعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، لان والله العظيم صدقني بدون عون ربنا سبحانه وتعالى ليك مش هتعرف تعمل اي حاجة. انت صيامك اللي انت بتصومه دوت والله بعون ربنا سبحانه وتعالى، وقيامك اللي انت بتقومه دوت بعون ربنا سبحانه وتعالى، وقرآنك اللي انت بتقرأه دوت والله بعون ربنا سبحانه وتعالى. فدايما خليها على لسانك دايما، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أمين. وطبعا لو حضرتك مش مشرفنا على اليوتيوب، ادخل على اليوتيوب اكتب أسامة البهناسي، ان شاء الله هتلاقي فيديوهات كتير، ربنا يتقبل يا رب. ادخل اشترك معانا على القناة وفعل الجرس علشان لما ننزل اي فيديو يوصل لك. شارك المحتوى مع اصحابك، والله مش هتخسر حاجة، بل بالعكس خالص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدال على الخير كفاعله. اوعى تنسى وردك اليومي من القرآن، اوعى تنسى وردك اليومي من قيام الليل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،